بالنسبه سي توفيق اللي تيب جعاب اللي تيدير البوليتيلان داك الكحل وكل اللي تيدير هذا الابيض انت تنديرو تيول الكحل وانت كنديرو تيول الابيض. دابا ملي تيكون عندنا المسافه 100 متر عندنا الحق نديرو التيول بكل اريحيه ما عندناش مشكل. تيول الكحل تيول الكحل ديال الفيرو ولا ديال السيزبار الجوده تندويو من على الجوده هذيك الجوده عندها حدها 100 متر في التيول في البوليتيلان بصفه عامه ياك ولكن فاش تنفوتو 100 يعني خاصنا نزيدو التيول. كاين اللي تيكوموندي مثلا 200 متر كامله مزديه ولكن تيبقى التيول دائما فيه المشاكل ان فوا يفوت 100 متر تيدور في سميتو ديال البير تيدور في البير الداخل تيدور في البير الداخل كيولي ثقيل الثقل ديالو يعني ديك 16 بار ما يمكنش تهز لك عاوتاني واحد 200 متر ديال التيو وانت باغي تعلقو من الفوق اييه تعلقو فهاد الحاله اللي بغيت يتهنى من المشاكل وبالخصوص الناس اللي تيحفروا بالبريمه بهذيك الفراج الروتاسيون هذاك البير يعني الا قعد الله يستر تقطع التيو ولا تقطع الكابل ولا تقطع الخيط امشى لي كلشي بقى تما امشى البير كامل بحال هاد المشكله الاخوان كيولي صعيب عليك باش تطلع المضخه ديالك مشى البير كامل البير كامل مشى ما يعولش عليها غادي يطلع اذا من الاحسن البير فيه غير 14 سنتيم ال 20 تتبقى فيه غير 14 ولا 16 غادي ننصحهم ملي انفوا تفوت 100 متر خاصك دير لوتيب هادو لوتيب اللي خرجوا دابا جداد ديال البلاستيك فيهم 3 متر تيدخلوا فيرطاج هادو تيتباعوا الثمن على حسب المتروات مول 60 متر لا مارك ديال مثلا كلاس مثلا ا تتمشي مثلا 120 متر بثمن على حساب لي بار على حساب لي بار لان فاش تيبدا يهبط تيبدا يهبط الغرق تيتزادوا لي بار تيتزاد الغرق ديال التيو وتيتزاد الثمن ديالو حتى هما تيبداو تقريبا من 400 درهم للجعبه حتى لواحد 1500 درهم للجعبه على حساب اللي لي بوس كاينه 2 بوس كاينه 3 بوس كاينه بحال دابا في الشونتيو هنا عندي في 4 بوس انا دابا هنا الكلاس هاد الكلاس هنا بلاتي نشوف ليه مثلا هذه الكلاس ا فهمتيني ها هي الكلاس ا بلس هذه رخيصه في الثمن واخا 4 بوس رخيصه يعني بحال قلنا السيبار ولا الديبار ولا السيبار تتهبط البروفوندور يعني واحد 60 متر رخيصه هذه مثلا الا كانت عندك 60 متر ولا 70 راه من الاحسن دير هذه بحال هذا دابا كلاس بي ستاندار غالي واش 400 درهم مثلا غير في الدو بوس مثلا يعني فهمتيني يعني الا بغيتيه في 3 بوس ولا واصل كيتزاد الثمن ولكن الاساس شنو يعني تيتهنى اول حاجه تيتهنى من الصدى ثاني حاجه تيتهنى من المشاكل ديال البير ما عمرو غادي يلقاها وثالث حاجه تيجبد البو لابون بكل اريحيه وتهبطها مرتاح وتيطلعها مرتاح ما حالات ما الا وقع لهم بان في حاله لو وقع الاون بان وهاد لي تيب راه ما تيوقعش فيهم الاون بان كاع بتاتا حسب التجربه ديالنا من نهار ركبناهم وبالخصوص الناس ديال الجمعيات ديال الماء صالح الشرب مزيان ليهم هذا لان تيطلع الماء نقي ماشي بحال الجعاب جات واحد العامين ولا 3 سنين تيصدي هذاك الشيء تيولي صدى من هنا كيقصد لنا السي توفيق هاد المشاكل ديال الصدى بالنسبه للناس ديال الجمعيات راه ما خصهمش يبقاو يخدموا بالحديد ها نتوما كما كتشوفوا فيهم المشاكل ديال الخدمه طلع هبط لا رب تهرس كل خطره كاين مشكل يعني من الاحسن يداروا الجعاب ديال البلاستيك البلاستيك مزيان أيوه. وكاين عندنا هاد الفيكساسيون ديالهم كما تتشوف معايا هادو دابا اينوكس ديال الجعاب هادي دابا تتلكف في لابومب وهادي تتركب بالفوق تتهز الجعاب من الفوق بحال الجعاب كيبقاو ما بين هنا وما بين هنا اي الجعاب تيبقاو في الوسط وهادي هادي اينوكس اينوكس باش تشد في البومب مزيان هاد لا مارك تجي من الهند هاد لا مارك هاد الصنع تيجي من الهند باش نعرفوا اشنو كاين وتا هما راه فيهم لي موديل كاين ديال دو بوس كاين ديال 3 بوس كاين ديال كل كاع الجعاب كاع هاد لي تيب هادو بالموديل ديالهم فهمتي كيفاش الجعاب كما تشرح لكم التوربين اينوكس من الداخل هذا هو التوربين اللي تيكون اينوكس من الداخل هو هذا هو هذا بلاستيك ما عنديش ما تنجيبوش تندير هاد في هاد لي ديتاي حقاش التوربين بعدا ديال رد شويه التليفون هاد سميتو
توربين ديال الايروكس في حالات، في حالات الا دخلت شي حجره ولا شي حاجه وتكوانسات ولا تهرست ولا شي حاجه، هي ما تتهرش تتكوانسا كيحبس الموتور تحلها تتبدلها. الاخوان هذا هو الفرق ما بين الطاقه الشمسيه والمضخه اللي كتخدم بالغازوال او لا البوطه. اذا الا بغيتي تهنى من هذا الصداع ديال التكلفه ديال البوطه ديال الفلاحه، خصك تركب منظومه ديال الطاقه الشمسيه، وراه كاينين منظومات كبار ديال الطاقه الشمسيه اللي كتركب فيها مثلا 20 حصان او لا 25 حصان باش تهنى من هذه المصاريف ديال البوطه. زياده على هذا الشيء كله، راه الا ركبتي الطاقه الشمسيه كيولي كل شيء عندك بالمجان، مده ديال واحد العام ولا عام ونص غتقدر تعوض هذاك الشيء اللي خسرتي في المنظومه ديال الطاقه الشمسيه. اما بالنسبه للمضخه ديال الديزل اولا ديال الغاز فراه ديما المصاريف، وكاينين هنا مضخات ديال السيرفاس حتى هما كيخدموا للباسان. هاد المضخات هادو راه كاينين من 5 الخيل ونص حتى ل 30 حصان، يعني تقدر تستغل هاد الخدمه هادي راها جديده هادي تديرها في الباسان. وبالنسبه للمضخات ديال الغطاس 15 حصان راه تقدر تنزل على البروفوندور حتى ل 150 متر اولا 140، وغادي تلوح لك في الديبي ديالها 3 بوص. 3 بوص غتخدم ليها هاد النوع ديال الجعاب اللي كتشوفوا اللي شفنا في الاول ديال الفيديو، كيكونوا اقتصاديين في الخدمه وفي الثمن وحتى في لومبان، يعني لومبان ما كيكونش كتير بزاف وكيكون ساهل باش تجبد المضخه ديالك مع هذوك الجعاب. هاد المضخه هذه هي اللي قلت لكم ديال 15 حصان، تقريبا كتجر على 144 متر. بالنسبه للاخوان راه عندي واحد الفيديو في القناه اللي فيه واحد المنظومه ديال الطاقه الشمسيه كتكون من 60 لوح شمسي، والمضخه ديال 15 حصان البروفوندور ديال البئر فيه 115 متر. بالنسبه لهذه المضخه ديال السيرفاس راه ممكن تخدمها بالطاقه الشمسيه وممكن تخدمها بالضوء، يعني تقدر دير ليها الضوء في الليل وبالنهار غادي تخدمها بالطاقه الشمسيه. هذا النوع هذا نوع ايطالي كالبيدا. وللمزيد من المعلومات اتصال بالاخوان سعيد. واللي بغى مثلا يركب واحد المنظومه ديال الطاقه الشمسيه اللي فيها 60 لوح شمسي اللي تخدم ليه واحد 15 حصان على حساب الارض الفلاحيه اللي فيها اكثر من 5 الهكتارات، فراه الاخوان كيخدموا هذه المنظومات ديال الطاقه الشمسيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.